كمسافر تكون رايح لدولة آمنة. يعني مثلا الآن الأحداث في تركيا، السفارة الأمريكية حذرت رعاياها لعدم السفر لتركيا، لأن أحداث أمنية سيئة. جتنا أيوة. لذلك دائما ننصح بالقراءة والاطلاع على الدولة قبل الذهاب لها. الثقافة مطلوبة الآن، فيه يعني بعض الناس يأخذ من اللي قبله، واحد سافر للدولة الفلانية ومدحها، مو بشرط أنه مدحها أنها جازت لي أنا، أبطلع على كلام مدحه غير نظرتي أنا. يعني حتى فيه مجموعة من الشباب في موقف صار عليهم، السلام بخير يتابعوني الآن، ما أبغى أذكر أساميهم، من الجماعة طلعوا للهند، هلا أربعة توقعهم، أربعة أو خمسة ما متأكد، أظن أنهم أربعة، وصاروا للهند خذوا 24 ساعة تقريبا ومشوا. 24 ساعة هذه راحت بينهم، كلها راحت بينهم بين بحث على الحجز عشان يطلعوا منها. حلو. راح يديرها ما جازت. ممتاز. أعزائي المشاهدين، الآن اتفقنا أنه في البداية تقرأ عن الدولة وتاخذ ثقافة عنها، تدخل موقع السفارة، وبعد وصولك للمكان هذا وتحديد وجهتك أنك تروح السفارة وتوثق توثق جوازك. ناخذ فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل حديثنا عن السياحة. شكرا لكم. ونجومنا تنير سمانا والبلد متفايح العبيد وراضي المطير شفت الندى سهيل. الله تعالى أمرنا أن ننفق ووعدنا بالخلف في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الأعمال الدعوية يا إخواني هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، وظيفة الدعاة. تعرفون الآن هؤلاء إخواننا الذين قدموا إلينا يطلبون رزق الدنيا، ثم يسر الله الآن أبناءنا فأعطوهم رزق الآخرة والدنيا. هذا الرزق المبارك اللي هو الإيمان، الدين. ما أجمل إخوتي في الله أن تساهم أنت في دخول هؤلاء الإسلام، وأن تساهم في تعليمهم، وأن تساهم في تحجيجهم، وأن تساهم في تعبيرهم، وأن تساهم في تعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية وغير ذلك. كل هذا بما تجعله في هذا الوقف الذي يستفيد منه إخوانك في هذه المناشط المباركة. متفايح العبيد وراضي المطير شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير. متفايح العبيد وراضي المطير شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير. يا أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم و مجددا هنا. اوكي، عدنا اليكم مجددا، حياكم الله. نكمل. بطرح الحين بعض التساؤلات اللي انا واحد منكم، واحد من الجمهور، بطرح بعض التساؤلات. انا واحد ثاني وانت برضو. يلا تساؤلات معي. اخوي مشعل، بما انك يعني لك خبره باع طويل في اوروبا، واحنا عارفين يا جماعه الخير انه طبعا من المنبر هذا ان ندعي جنود على الحد الجنوبي، الله ينصرهم ويقويهم، وهم بجهودهم بأرواحهم جالسين يأملون لنا البلد ونرعب وقفتهم على حد الأمن والأمان. السياحة يا سلام تناقش في أشياء من الرفاهية، تظل سبحانه وتعالى تنفضل عليهم يعزهم إن شاء الله. فما حد ينكر الأمن ويعني وأهميته. الحمد لله. الأمن في أوروبا مثلا، هل نسمع دائما أنه دائما يحطون علينا لوم انه اوروبا وان اوروبا افضل منا؟ هل في سرقات مثلا في اوروبا؟ هل في يحصل في سرقات كثير؟ واليوم بعد في سرقه. اليوم في مواطن سعودي انسرق. صحيح. في لشبونه في البرتغال تواصل معي. بس انه مستقصدين السعودي؟ لا ابدا، خليجي. الاهمال فيه فئه تستقصد. جيني يا طويل العمر طاق لي لبس ب 10,000 15,000 ولا سيارة ساعة ولا السيارة آخر الليل في أماكن والأماكن يعني معروف في أوروبا أصلا خلاص غابة الشمس. حاول أنك ترجع للسكن أو أنك في مكان آمن في حركة في ناس. معناته رسالة للمسافرين لا تكثر حركة في أي دولة آخر الليل. أكيد. أو في بشكل المسا... عام تقريبا أي شيء يبين عليك فندقك وخلي... ساعة ماركة شيء ماركة. هم عندهم احنا ما نعرف الماركة. هم عندهم زوم. معليش أقطع هرجك، تذكر يوم تقولي البرازيل ايش قال لك؟ نظر فيك واحد وجاك قال لك انت ساعه
سائح كويتي او يدرس. ايوه ايوه اعطينا السالفه. كنا في البرازيل في ريو دي جانيرو. وين وين؟ في البرازيل. حلو. وكاس العالم 2014. ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو. كبرت السفره يا ابو عزام. اسلم. اقول لك فواجهنا طالب كويتي يدرس هناك. حلو. فانا جايين من دفين ومي واحد من الشباب الرجال هذا وحرتين. فيقول اي شيء يعني يبين عليك مظاهر انك سائح سواء ترف او غيره، تجيك لابس ساعه ولا نظاره ولا معك شنطه ثمينه ولا، يقول اطلع بمصروفك وخلك قريب، ما انت بحول الفندق، ما انت بعيد عن الفندق يعني. وترجع. لكن وفي الليل طبعا انس انك تطلع، لان البرازيل ماخذ عنها انها فكره شويه في الامن حتى وقت كاس العالم. فهذا يعني من النصائح ان الواحد ما ياخذ معه اي شيء ثمين، كاميرا غاليه اي حاجه، خلك على ما قال وضعك طبيعي. يا جماعه الخير انا جاني تساؤل الان، والله العظيم المعلومات هذه جالس اسمعها، انا ما عمري رحت اوروبا. يعني في الامن والامان بلدنا اكثر امن من اوروبا؟ اكيد الحمد لله. الحمد لله هذا تطلع اخر الليل. انا من الناس، وان شاء الله عندي رحله الاسبوع الجاي بشوفون العالم. انا من الناس اطلع في طريق اللي من حايل للجهره او المثلث 320 كيلو سيد واحد وكله هجر ما فيه، اقسم بالله اي وقت يطن براسي اني اوقف يمين الخط وانا صح ولا صح. عندك هذه النعمه اللي نحمد الله عليها دائما. يعني كلام الناس وذول اوروبا واوروبا افضل منا والكلام هذا وعندهم الامن اكثر منا، ما في كلام. ما في احد عاقل يشكك بان الامن عندنا في المملكه انه يعني ضعيف ولا انه مهزوز ولا انه ما ولا في شيء يقارن فيه في دوله ثانيه. الرجال ذا درس في امريكا وهذا في كندا، يعني ما شافوا اللي شفناه هنا، يعني لو انها دول متقدمه كذا. لكن احنا ما ننكر تطورهم وشغلات عندهم وعملهم، بس الاحتياط واجب في اي مكان تروح له. صحيح لازم تحتاط. اخوي مش عارف قال الامن الاهمال، يعني الاهمال هو اكبر اسباب، سواء اهمال المكان اللي انت فيه او اهمال المعرفي انك ما تعرف انت وين رايح اصلا، تجهل المكان اللي رايح له. يروح المكان اللي يدرعم فيه ويجهل. انت لما تقرا عن الدوله اللي بتروح لها وقرأت أنا بشكل عام، الآن تبدأ تخصص في الدولة هذه، في المدينة هذه، وين بروح أنا، أي مكان. يعني على سبيل المثال مثلا في جنوب أفريقيا قالوا أنه الأمن فيها شوي، في البرازيل جت دعوة جنوب أفريقيا قالوا مقناص وكذا، فأختم مشغول يعني تنصحوني أروح؟ أحد منكم راح جنوب أفريقيا؟ رحنا لها ممتاز. رحتوا في أحد منكم راح ولا معلومات؟ هذا عراب رحنا لها يا رجال المقناص في جنوب أفريقيا. منو المشكلة أني ما ودي أنا أكثر بعدين أخاف أن قبل اروح ترى ابو عزام ليش انت تلمع عشانك انت اللي جايبه؟ هذا عراب المقناص في جنوب افريقيا. منو؟ الاخ ابو تين. ابو تين قناص صحيح. تشوف يسوي ينظم لك مع المكاتب داعة الحاجه مقانيس. شوف دائما لما يجي مقناص يرتبط معه مشاكل. صح في خطوره. المشاكل مرتبطه بالمقناص. تكلم عن قاره السعوديه في افريقيا، كم مشاكل صارت مع المقناص. واللي اكثر اللي يروحون الدول الافريقيه يروح يا بمعرفه او واحد صلح هناك بشكل شخصي، فهنا فيه مخاطره. فحنا رحنا يعني باول حلقه سايحتي شقط عليك، حتى اللي يروح بمعرفه وش يقول؟ رايح ايش؟ تجاره، ما يقول مقناص. يعني ما في شيء اسمه ترى منظم الا زي رسمي. ما في شيء رسمي. فرحنا بحثنا لقينا في تنزانيا، بس يعني بشكل يعني محدود. في جنوب افريقيا فيه شركات سياحيه كبيره مخصص بالمقناص، مستقطع يعني ثلاث صحاري كبيره في جنوب افريقيا مقسمتها الى محميات وكانه بزنس. وما تطلع هنا من السعوديه او من اي دوله من دول الخليج او من الدول اللي تحتاج فيزا الا بخطاب دعوه من الشركه هذه يامن لك مده السفر. فحنا رحنا هناك وقلنا خلنا نصور، وطلعنا الحلقه يعني حلقه جنوب افريقيا اللي في سايح تيوب، ضربت مشاهداتها 220 الف مشاهده في وقت وجيز يعني. وفي ناس يعني تواصلوا معنا وهم محبين للقنص، حبوا القنص. ليه؟ لأن مرتب عملي. حتى السفارة السعودية تعرف السفارة جنوب أفريقيا هنا في الرياض أو سواء القنصلية في جدة ما تطلع إلا بخطاب من السفارة. فالعملية أمنية أكثر مما تصور. هذه هنا يكمن موضوع القنص. وما القنص في جنوب أفريقيا حصلنا أمريكان، حصلنا هولنديين، حصلنا ألمان، يعني حصلنا ناس كثير حتى من دول الخليج. يا سلام. بين قوسين مقناص شيوخ. اي انا والله مرتب احيي من هذا المنبر. من اول ما طلعت البرنامج كلمني. طيب اوكي.
نرجع للمشاكل. أنا أقول عندي مايك فيه إشكالية. نرجع مشاكلك الوقاية منها. يلا. الوقاية. تكلم عن الوقاية بس. أوكي. الميكروفون. يقصد إنك تكمل الفكرة كاملة. إذا طرحت فكرة للمشاهد أنا سمعت الحين في سرقة. طيب وش الحل؟ ما أروح أنا لأوروبا؟ طيب الحل. الوقاية. أعرف وش حلو. وين تروح وين تجي هذا شيء. حركة. الأوقات. ممتاز. متى يعني تضبط توقيتك. أغراضك الثمينة وين تحطها وين تحفظها فيه. جوازك وين تحطه فيه. يعني لا تركب المزدحم السيفتي بوكس داخل الفندق وش حطوه لك حطوه ليش عشان تحط ذا لا تطلع مثلا بشنطه معك زوجتك لا تطلع بشنطتها فيها ذهب وفيها جوالات وحاجات يعني تقدر تستغني عنها في الجوله خلاص حطها في السيفتي بوكس صح ولا لا شاكوني الراي انا ودي الجميع يطلع اصلا اكيد تفضل الاخ اذا طلعت انت كعائله السفر خارج المملكه المفروض انك ما تاخذ معك مجوهرات صح ولا تاخذ معك اشياء ثمينه هذا اللي انا اقول إيه صار معليش ما تقدر تقول لهم شيء بس خلاص انا خفيف معليش تفضل يا ابو زين عندك اضافه لا تفضل في نقطه مهمه انا احد الزملاء جاء لكندا وسكن في منطقه المنطقه غير امنه ايه وكان الشارع هذاك اصلا محذر السفاره ان احد يسكن فيه لان شارع كله عصابات وناس مشردين يسكنون فيه ف بدون ترتيب معناته ان الفنادق تقصد ان الفنادق المشبوهة عليها تحذير من السفارة يعني لا تجيني من السعودية نعم. مطفي النور وتسكن لك في فندق بعدين تتفاجأ أن فندق عليها تحذير وتقول لي ما في تحذير من السفارة وإذا فندق استكنا في مناطق تقوم الصباح ما تدري وينك فيه ها طبعا هم يحذرون عن مناطق معينة في مناطق تلقاها مشبوهة أو فيها مشردين كثير ترخص فيها قيمة الفندق يكون فيها رخيص صح فالواحد إذا بحث لقى الفندق رخيص المنطقة هذه يدلك على خيال ثمانها اي والله احنا رحنا واحد رخيص زي كذا بسريلانكا تورطنا والله مشينا خلناه رجعنا فلوس قام احنا رجعنا حلالكم في نورلية نورلية الظاهر ممكن اقول انه مثلا انا نورلية بعد اذا اول مرة نورلية. اول مرة اسافر اسوي الحجز على الفندق هذا حجز مبدئي صح يوم يومين فيه صح اذا شفت انه جاز لي وفي ديره شارع زين واموره طيبه امدد بس والله يا جماعه الخير يجيني يقول لي لا ترجع والله يا جماعه الخير كنسل. ان حتى ما ادري بوكينج والحجوزات يحطون صور ما هي في الواقع صح مصور محترف يصور مو زي معليش يا جماعه الفندق هذا اللي الحين ابغى انا انتم كخبراء الان وش الحل مع المشكله هذه وين القى فندق احج طبعا انتم عارفين حجز قبل بيطيح مني قيمه كبيره صح. فندخل على بوكينج دخلنا على بوكينج حجزنا شيء طلع 30 كيلو عن بوم شو اسمه العاصمه حقت سريلانكا كولومبو 30 كيلو صح انا 30 كيلو تقريبا لا استغفر الله 15 بس عندنا 15 بعيد كولومبو والله اني ما ادري وش اللي فيها المطار ولا حولها الظاهر بس انه فخم رخيص ب 70 او 80 دولار الظاهر قيمته فخم بس انه بعيد عن العاصمه يوم رحنا نورليا نوراليا ما عجبتنا طبعا هي الزينه وش حقت الشاهي شو اسمها كاندي كان لا لا حقت الشاهي الشاهي بين كاندي وبين نوراليا فرق لا احنا بكاندي اجا انتوا في كاندي وطلعتوا بعدين طلع نوراليا اللي عندها مزارع الشاهي والبراد البحر اي نعم ايوه نوراليا لا احنا بكاندي انتوا كنتوا في كاندي يوم جينا الا الفندق ام حق وتعاملهم ام حق وراعي سبش بغيت تهاوش معاه ومكان عقدي بالله اسكت حتى اقرود ما تسكن به والله قلنا لهم ترجعون فلوس قال لا قال مع السلامه طيب سكنتوا في المنطقه بموجب ايش؟ سالت واحد قبل انتم ولا موجب والله دخلنا وشفنا سعرها زين الصور دائما انظر في التصويت في تصويت وفي تعليقات هذا اللي انا بتكلم عنه عندك تعليقات المسافرين قبلك التعليقات ما فيها تلاعب طيب هنا تكمن الاغلبيه ايش تكمن المشكله اللي هي اكثر السواح ما عندهم اللغه الانجليزيه واغلب التعليقات في مواقع الحجوزات عندنا مواقع الحجوزات العالميه اغلب التعليقات باللغه الانجليزيه لكن غير التعليقات ترى فيه يعني اذا ما تقرا انجليزي فيه نجوم وفيه تبين لك التعليق هذا وش يقول لك يعني صور فندق ما هي الفيصل كلها قدر ما هو النجوم مثلا او تعليقات الناس تقييم تعليقات الناس هذه النزلاء وبرضه ترى بعض الفنادق تصور لما تقول كلام ابو ماجد يعني طيب في تقييم يجيك في فنادق تجيك 9% 9 من 10 عفوا 9 من 10 وهي انت ما تسكن فيها تستحي انك تروح تسكن فيها خلينا ممكن ناخذ الكيس هذه ابو ماجد تفضل الاخ وليد الغامدي صاحب حساب فنادق الشرقيه فنادق الشرقيه حلو فكره الحساب سناب شات ينقل فنادق الشرقية
شرقية وش؟ شرقية شرقية حلو. خلنا ناخذ كيس داخلي يعني حالة داخلية. وات ذس كيس؟ يعني الحالة الحالة الموضوع ناخذ الحالة هذه داخلية.